خبر سعيد ايضا من الشباب بقى للكبار وموضوع مهم. وانا دايما بقول فريق كره الطايره في النادي الاهلي رجال هو وسيدات طبعا، هو بجينات النادي الاهلي احد اهم وافضل يعني العاب الصالات في النادي الاهلي اللي بتسعد جماهير النادي الاهلي. دايما تشبه بكره القدم بالظبط، يمكن زعلنا فتره الاخيره بسبب ضياع الدوري، ويمكن يعني الكابتن ميدو مصلحي وحتى في حديث خاص بيني وبينه اتكلم ان هو مركز بشكل كبير جدا في مباراه نهائي الكاس اللي هتكون بين الاهلي والزمالك، وكان جماهير النادي الاهلي شايفه ان احنا كنا محتاجين دعم بمحترف في مباريات الدوري. النادي الاهلي اتى بمحترف مصنف رقم 24 على العالم حاليا، البرازيلي موريسيو، طبعا لاعب مهم جدا. النهارده وصل القاهره، كابتن خالد العوضي وقع معاه العقود الانضمام النهارده، وباذن الله هيشارك في نهائي الكاس، وباذن الله هيشارك في البطوله الافريقيه. وده لاعب خبره من لاعبي المنتخب البرازيلي، قدر يحقق الدوري العالمي 2010 وكاس القارات 2013 و2017 الذهبيه، وذهبيه اولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وكاس وذهبيه كاس العالم 2019، حتى دوري الامم في 2021 حصل على الذهبيه. جايبين لاعب مهم جدا، ان شاء الله يكون اضافه قويه جدا لكتيبه الماسترز. كتيبه الماسترز خلينا نوضح برضه للساده المشاهدين، عبد الله عبد السلام واحمد رحب باذن الله. يعني خلينا نوضح حاجه برضه مهمه، انه البرازيل هم افضل فريق على مستوى العالم في الكره الطائره رجال، ومن الدول العظمى في الكره الطائره. يمكن الناس فاكره البرازيل او الانطباع عن كره القدم، ولكن الكره الطائره هناك لا تقل ابدا عن بالظبط. يمكن اللعبه الشعبيه الثانيه سبق الباسكت وسبق اليد، كره الطائره هناك. فاستعانا بهذا اللاعب، ويؤكد سياسه النادي الاهلي وهي الاستعانه بالمحترفين اللي يصنعوا الفارق، وليس وجود محترف وخلاص، ولكن المحترف اللي يصنع الفارق.